او يخليك ما انتش عارف الدنيا دي ماشيه ازاي لما يتقال لك انه في مصريين. انتوا عارفين طبعا في نداءات دائما للمصريين اللي موجودين بره، عايزين نرجع عايزين نرجع، الدوله ما تقدرش تقول لا، فبنضطر ان احنا نطلع طيارات عشان ترجع المصريين. المصري اللي بيبقى هيركب الطياره بنعمل له اقرار عشان يقول فيه انا هقعد في البيت التزم بحجر صحي لمده 14 يوم. ليه؟ مش عشان انا منعك تشوف خالتك، لا، عشان انت لو شفت خالتك او ابنك او عمتك هتموت. فللاسف النهارده يعني قالوا انه مجموعه جايه من الكويت ورفضوا ان هم يروحوا للحجر الصحي. ليه رفضوا يروحوا الحجر الصحي؟ قال لك اصل الحجر الصحي ده هنعمله على حسابنا. فطبعا امر ما احناش فاهمينه. هم تقريبا 247 مواطن من المصريين اللي كانوا في الكويت رجعوا، والان هم في منازلهم فما راحوش الحجر الصحي. طيب ما حصل قد حصل، انت بقى في منزلك ارجوك لا تختلط حتى بابنك يا اخي بجملة كأنك مكمل 14 يوم في الكويت. ازاي هنقدر يعني نفهم الناس اكتر من كده؟ احنا مفيش وسيلة اعلام في اي مكان في مصر ما بتتحدثش عن هذا الخطر. فيعني ورينا يا عم، ورينا الشكل عامل ازاي. فيعني مش قادر اتخيل يا جماعة لحد النهاردة احنا مش مقدرين حجم الخطر. ثم الخطر ده يعني أول من سيصاب به هم أولادك. ده العدد اللي رجع من الكويت، 247 مواطن مصري رجعوا من الكويت. لو سمحتم من فضلكم أي مواطن رجع من أي مكان بره مصر من أي مكان 14 يوم بلاش تسلم على ابنك حتى، يعني الحضن اللي هتحضنه له ده هيتسبب في مشاكل كبيرة جدا. ثم الإجراءات دي بتمشي إزاي؟ هو ليه نترك الاختيار؟ يعني ليه نسيب الاختيار للناس بهذا الشكل؟ يعني يجوز لينا منعهم إن إحنا إن هم يخرجوا من المطار لأي مكان، وحكاية الفلوس اللي هيدفعوها دي لا تتدبر من أي حتة. خلونا نفهم أكتر من المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير. مساء الخير استاذ خالد، اهلا بحضرتك. ايه حقيقه الواقعه دي يا فندم بالظبط؟ المصريين العائدين من الخارج وبالتحديد اللي رجعوا من الكويت. هو زي ما حضرتك عرضت، هم بعد عودتهم ووصولهم لمطار القاهره رفضوا الاجراءات الخضوع للحجر الصحي لمده 14 يوم واصروا على المغادره، وكان انتهى الامر ان احنا عملنا لهم تحليل سريع بالكواشف اللي هو بقطرة من الدم للكشف على الأجسام المضادة، وثبت أن هم كلهم اجتازوا هذا الكشف. فطلبنا منهم أن هم يعزلوا نفسهم منزليا لمدة 14 يوم كبديل للحجر، والفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة حاليا بتتابعهم أولا بأول. واللي حصل طبعا ده يعني خليني أسمي الأشياء بمسمياتها، ده تصرف غير مسؤول من هؤلاء الذين عادوا من الكويت، يعني ينم عن يعني أنانية مفرطة وتفكير فقط في أشخاصهم، يعني لم يعني. وأنا فندم كحكومة بنتظر المواطن بثقافاته المتفاوتة كي يقرر، ولا في وقت الضيق ألتزم بقانون صارم على الجميع ونجبرهم على الإقامة في أماكن تتبع الحكومة ويبقوا في العزل؟ يعني مفيش اختيار في هذا الأمر. هو ده بقى اللي احنا رعيناه في الباقي اللي قادمين من اماكن ودول اخرى منها واشنطن وعده مدن اخرى حول العالم. قبل ما يركب الطياره وقع اقرار ملزم قانونا بانه يقر بانه سيخضع للعزل او الحجر الطبي في المكان الذي تقرره وزاره الصحه لمده 14 يوم. لن يسمح لاحد يرفض التوقيع على هذا الاقرار القانوني الملزم بركوب الطائره. ده الكلام ده كان قبل طيارة الكويت؟ لا لا، الكلام ده بعد الواقعة اللي حصلت في طائرة الكويت. يعني ده كإجراء، يعني إجراء اتخذناه علشان المشكلة اللي حصلت من اللي جم من الكويت رأيناها في كل الطائرات الأخرى القادمة. لن يسمح لأحد بركوب الطائرة ما لم يوقع على هذا الإقرار، وده اللي تم مع تحديدا مثلا حضرتك مثال اللي قادمين من واشنطن. معاك يا سيادة المستشار، اتفضل.
فده اللي احنا عملناه حاليا. لا معلش برضو عشان نكون يعني باسلوب بسيط، الراجل اللي جاي من الكويت ده حضرتك بتقول له اقعد في فندق مثلا على حسابك لمده 14 يوم جنب المطار؟ الاجراءات الحجر اللي هتتم مع كل القادمين لمصر في الفتره القادمه، كل المصريين القادمين هيقعد على حسابه في فندق هتحدده وزاره الصحه بالتعاون مع وزاره السياحه، والثمن هذا الفندق كاقامه واكل بسعر مخفض حصلت عليه وزاره السياحه، سعر مخفض جدا. كان تقريبا كام يا فندم؟ اقل، لا ما عنديش السعر بس عندي النسبه، يعني النسبه هتصل لاقل من يمكن 50% من السعر الغرفه الطبيعيه في الظروف الطبيعيه، فطبعا سعر مخفض جدا، بالاضافه لان الخدمات الطبيه تقدم لهم مجانا، يعني لا مش هندفعهم ثمن اي خدمه طبيه مهما كانت، فقط سيدفعون ثمن اقامتهم الفعليه في هذا المكان. فده طبعا مختلف يعني نوعا عن التعامل. يا سيادة المستشار معلش، هو يعني ممكن يعني نتحاور او نفكر مع بعض بصوت عالي؟ اتفضل. هو هيفرق ايه عند الحكومه بعد المليارات اللي احنا صرفناها دي كلها انه حتى الكام طياره اللي راجعين دول يتفضى فندق كامل ويتبرع عدد من رجال اعمال او يخصص لهم جزء من تحيا مصر ونفضل مقاعدينهم ببلاش؟ مش مشكله يعني. هو الفكره اللي حضرتك ذكرتها دي فكره رائعه وما زال هناك مجال لتطبيقها ان تكفل احد رجال الاعمال، ويعني دي دعوه على الهوى، رجال الاعمال القادرين يتكفلوا بنفقات. طب ما ندفع احنا والتبرعات شغاله برضو لتحيا مصر، يعني الحكومه تدفع مؤقتا وبعدين ربنا يسهل، بس الخطر ما يحصلش كده يعني. خليني اقول لك بس ان السبب اعتراضهم، هم معترضين على الفكره، مش عايزين يتحجروا، مش عايز يبعد عن قريته ولا بلده لمده 14 يوم. عظيم جدا يا فندم. يمكن اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ملزم وبموجب الاقرار اللي هم بيوقعوه، اذا هو مجبر بالقوه انه يذهب من المطار الى جهه الحجر التي عينتها الدوله. ما انا قلت لك بقى ان بتوع الكويت ما كانش يوقعوا هذا الاقرار. يبقى احنا فكرنا متاخر بقى. هذا الاقرار تم يعني صياغته والتوقيع عليه من باقي الطائرات وباقي القادمين من دول اخرى. هم بتوع الكويت رجعوا امتى يا فندم؟ رجعوا امس امبارح، يعني احنا نتيجه هذه الواقعه تولدت فكره الاقرار. لان على فكره هم قبل ما يغادروا الكويت قالوا لهم شفوي بموضوع الاقرار. لا ما انت عارف بقى يعني الطبيعه بتاعتهم. طبعا الناس 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 يعني ما اتفاجئتش في مطار القاهره ان في طيب. اتخيل طبعا ان بياناتهم عند وزاره الصحه في متابعه يوميه، اتخيل مثلا انه لو حد منهم من قريه ان عمده القريه عارف ان الناس هناك عارفين عشان يعني يحصل عزل حقيقي يعني. هنا بقى بنراهن على وعي الشعب زي ما قلت قبل كده، يعني وعي الشعب في هذه المرحله الحمد لله اكبر بكثير من وعي الشعب من شهرين، الناس كلها تعلم أن القادم من دولة بها حالات كورونا أو حتى القادم من أي دولة في العالم بقى دلوقتي الوضع بقى منتشر على السواء، هذا القادم يعتبر مصدر خطر على صحتك لمدة 14 يوم، تجنب أي اختلاط بيه، عايز تطمن طيب. عليه يطمن عليه تليفونيا، فإحنا بنراهن هنا على الجزء بتاع الوعي. طيب ممكن أستأذنك لو الإعلام له دور ينقل إلى رئاسة مجلس الوزراء، هل ممكن كل الطائرات القادمة يخصص لها فندق كامل يكون موجود به الاحتياطات الصحية ويتوجه المسافر الذي وصل إلى أرض المطار مباشرة إلى الفندق أيا كانت التكلفة؟ يعني ده كلام فاضي مقارنة بالأرقام اللي احنا هنشوفها. هو الفندق سيكون مجهز طبيا بالقطع، والفرق الطبية نفس على نفس النمط اللي احنا عملناه مع القادمين من ووهان. مش لازم على حسابهم يا فندم. ما احنا اتفقنا اهوت، احنا هذه دعوة لكل رجال الاعمال الراغبين في تحمل هذه النفقات او طب اي سلفونا الفلوس كولية. لحد ما نلمها من رجال الاعمال يا ست مستشار، يعني الدوله واقفه قويه ومحترمه وكل الناس بتشهد بهذا الامر، ما نجيش بقى على امور بهذا الشكل ويقولوا مصر بخلت على ابنائها بثمن اوتيل 14 يوم، يعني ما كلام ما يتقالش يعني. هنقل هذه الرغبه وان شاء الله نشوف ممكن نعمل ايه. طيب.